أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القاسم من محافظة قنا، حيث أدى طلاب الثانوية الأزهرية اليوم لامتحان في مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية. نتعرف على آراء الطلاب النهاردة في امتحان التفاضل والتكامل. السلام عليكم. نتعرف بيك. اسماعيل عبد الله اسماعيل. اسماعيل، كلمنا عن رأيك النهاردة في امتحان التفاضل والتكامل. امتحان حلو الحمد لله، والله وجا مظبوط، ما فيش ورا حاجة، وخدنا خدنا كام وقت خدناه، يوم الجو يوم الجو كنا واخدين ساعتين وقت، ما لحقناش على المسائل. النهارده حضر المسائل هقدم وقت، والمسائل دي الحمد لله في متوقع ابتدائي وقفت معانا اصلا، حاولنا فيها وما سبناش حاجه. الوقت كان كافي والاسئله كانت واضحه النهارده ومباشره. الحمد لله. نقدر نقول الامتحان النهارده في مستوى الطالب المتوسط ولا فوق المتوسط؟ مستوى الطالب المتوسط. مذاكر حتى وصل مذاكر. يعني المذاكر يقدر يحل الامتحان النهارده. ايوه. وعلى حسب برضه يعني مذاكرش على حسب هو مذاكر لا ما نقدر نقول يعني الامتحان عوض يعني صعوبة الاستاتيكا. عوض النهارده صعوبة الاستاتيكا. الوقت كان كافي بالنسبة لكم النهارده. الاسئلة، هل في اسئلة جات فيها صعوبة او فيها او اسئلة غير مباشرة او من خارج المنهج مثلا؟ لا، خارج المنهج ما فيش. هي في نقطة كانت محتاجة شويتين قوانين كتيرة. احنا كنا عاملين في الاول غلط، بس يعني الحمد لله اتاكدنا من بعضنا والدنيا اتصلحت. يعني الامتحان النهارده كانت اسئلته واضحه طبعا. الحمد لله. احتوى على كم سؤال الامتحان النهارده؟ احتوى على كم سؤال؟ ثمانية اخضر واربعة اكمل واثنين مقالب. الصعوبة كانت فين؟ يعني الاسئلة اللي فيها تريكات او غير مباشرة كانت فين؟ اي نوع من الاسئلة؟ كانت هنا كانت نادي اسفي. هي تطورت معانا شوية عشان كنا في الاول شاكين فيها، بس بعد ما طلعنا اتاكدت انا ومن اصحابي ان برضه نقدر نقول التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية النهاردة. حبيبي شايف إن شاء الله بالنجاح والتوفيق بإذن الله. لا شكرا. أعزائي المشاهدين، نستقبل مع حضراتكم ردود أفعال الطلاب وآرائهم اليوم في امتحان التفاضل والتكامل للشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية. السلام عليكم. نتعرف فيك. محمود مهدي. محمود، كلمنا عن رأيك النهارده في امتحان التفاضل والتكامل. الحمد لله يعني. الامتحان كان كويس النهارده؟ أحسن من اللي عدى يعني. نقدر نقول يعني عوض صعوبة الاستاتيكا النهارده التفاضل والتكامل؟ يعني هو مش سهل ولا لا، هو يعني مش هتكلم برضه فوق المستوى المتوسط يعني. بس اللي يعني هو مذاكر في الرياضة هيحل يعني. اللي مذاكر يقدر يحل. مش عايز يعني ساعتين يكفوا الساعتين، أسئلة يعني حلوة، مش عايز أقوال كتير. أما الاستاتيكا كان جايب أسئلة طويلة يعني المفروض الامتحان أربع ساعات بتاع الاستاتيكا بالساعتين. النهاردة كانت في أسئلة غير مباشرة في الامتحان؟ لا، هو الأسئلة مباشرة بس هي الرياضة عايزة خطوات وحل والكلام ده. الوقت كان كافي النهاردة. الحمد لله. جميع الأسئلة من داخل المنهج، ما فيش صعوبة النهاردة. من داخل المنهج يعني، بس معمول لك الامتحان يعني عايز تفكير وساعة ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. اتعرف بيه. ابراهيم عبد المنعم. ابراهيم، كلمنا عن رايك النهارده في امتحان التفاضل والتكامل. بعد اذنهم يعني لما يجيبوا طلاسيم بتاع السحر بعد كده يبقوا عارفونا، عشان ده مش امتحان. احنا دخلنا اثبت ومش عارف ايه واختياري ده حرام، والله والله مش اختياري دي يعني. انا بيحيرنا يعني الصعوبه كانت يعني انا المستشار جه خد مني الورقه عشان انا ما فيش وقت طيب. انا اثبت معبي المسوده في الاثبت برضه ما جبتهاش يعني، حرام ده كله. وبرضه في الاستاتيكا برضه في الرياضه يعني مضيع لي 15 درجه في الرياضه ودي 15 ثاني، حرام والله. يعني الصعوبه النهارده كانت فين في الامتحان؟ في الاثبت تمام واكمل. الامتحان كله صعب طيب، مش عارف احل فين يعني. هل اسئله غير مباشره كانت؟ اسئله غير مباشره كل الاسئله، مفيش سؤال جاي عدل، مفيش سؤال جاي اللي هو تطبيق مباشر كله، وبالذات الاثبت الاخيره دي. الوقت كان كافي طبعا. وعرفنا هو كمان عرفنا ان احنا تعبانين في الحكمه يعني، هي الداله اللي بتاعت هي دي عرفنا تعبانين فيها، يجيبها لنا كلها في الامتحان يعني. عارف اي طالب تعبان فيها الحته دي يركز عليها يعني. وغير كده امتحان الفيزياء ما تكلمناش عشان احنا اقليه يعني، هو بيتعندني ينفع الكلام ده. الصعوبه كانت ايه في الامتحانات اللي امتحنتوها؟ كانت في اي يعني مثلا نظام الفيزياء، انت قال انك انت هتجيب لي تعريفات ونظام ازهر، ليه بتدخلني في نظام العام؟ ليه بتجي لي 35 نقطه اختياري؟ معايا ده المستشار جه. كلمنا عن الوقت. الوقت كان صعب ولا كان كافي يعني؟ اقسم بالله المستشار اخر دقيقه خد مني الورقه، اخر دقيقه قال لي وقتك يخلص،
قلت له مستشار دقيقه اكتب لي، قال لي خد لك دقيقه، اداني دقيقه زياده فوق الوقت مستشار عشان بس ايه ما يقول لك حق الطالب. طب بعد قال لي امتحان عايز 4-5 ساعات مش 3 ساعات، هو مديني ساعتين بس يعني حرام. ولسه معنا ديناميكا الدور الجاي، يا رب ربك يستر عاد ما نشيلوش الرياضه كلها ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. اعزائي المشاهدين السلام عليكم. هو نحن السلام عليكم متفائلين فيه بركاته الله سيد. كلمنا عن رايك النهارده في امتحان التفاضل والتكامل. يعني هو كويس بس الوقت غير كافي خالص يعني. الوقت غير كافي. الاسئله صعبه. ايه الصعوبه اللي في الاسئله يعني؟ يعني الاسئله غير مباشره يعني، هو في ناس بتقول لك مباشري تمام، الناس اللي بتقول لك مباشره دي ناس يعني حسب الله. الاسئله ما كانت غير مباشره النهارده. لا لان اختيار صعب جدا جدا يعني، لكن الاسئله كانت من داخل المنهج لكن جاي بشكل غير مباشر. لا هو في من داخل المنهج وفي احنا يعني ممكن احنا يكون مش متوش من داخل المنهج. هو في من خارج المنهج يعني. بنقدر نقول الامتحان النهارده في مستوى الطالب المتوسط ولا فوق المتوسط؟ لا ده فوق المتوسط يعني 90%. يعني 90% ليه ما يقدر يحل، اقل من 90% ما حدش يقدر يحل في اي حاجه. بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. اتعرف بيك. كلمنا عن رايك النهارده في امتحان التفاضل والتكامل. يعني هو تقدر تقول انت مستوى يعني مستوى الطالب فوق الممتاز. الامتحان هذا امتحان صعب قوي بالذات في المسائل تحت اثبت داي، مساله طويله قوي يعني تاخذ اكثر من نص الامتحان، اكثر من نص الوقت. في مسائل عايز اثبات وهو دايبلها حتى دايبلها اماكن قليله الحل بتاع اصلا. وفي الاختيار في الاختيار دايبل امتحان الاسئله تحت الاختيار المفروض تبقى مباشره احلها على طول من اول نقطه، داي اصعب من المقال نفسه تحت الاختيار. ودايب اسئله اكمل داي نقطه يعني المفروض يعني لمحي الطالب يحل عايز تحل المقال عشان تتحل. يعني لازم في اجراءات تعملها وخطوات عشان تقدر تحل عشان المقال عشان احل الاختيار واحل الاكمل، فعايز خطوات زيه زي المقال بالضبط. طب الوقت النهارده كفى الامتحان ولا كان غير كافي؟ لا يكفي نجاح التوفيق. اعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، يعني كنا معكم مع طلاب الثانوية الأزهرية عقب أداء امتحان التفاضل والتكامل اليوم. يعني تباين في آراء الطلاب، منهم من يعني أبدى يعني سعادته بالامتحان ومنهم من قال الامتحان غير مباشر. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.